حس بيا ان اكتشفت كويس قوي انه في كتير راحوا وكانهم ما راحوش، ما حدش حس بيهم. لا انا اتحس بيا كويس قوي واتشفت كويس قوي، واللوك كان غريب، وهو ده كان المطلوب، التارجت بتاعي ان انا اعمل حاجه غريبه الناس تتعود تشوف في مهرجانات، في مهرجان مصري، حاجه زي ليدي جاجا، حاجه غريبه ما تبقاش تقليديه، ما يبقاش الفستان المتعارف عليه. نزلت من العربية في المهرجان، مشيت خطوتين تلات السلم، مشكلته كلها ان وانا بتحرك البطانة اترفعت وانا ماشي. هو ده اللي بطانة؟ طبعا ده بطانة، البطانة اترفعت وانا ماشي بعد طلوع السلم، ولان القماشه تقيله متطرزه فالبطانه اترفعت وانا ما خدتش بالي، عن غير قصدي طبعا ده اللي حصل ومحدش نبهني. مش معقول ما هنلبس حاجه كل الناس هتعلق عليها، مش معقول. لقيت انه الاجسام الاجنبيه غير الاجسام العربيه او المصريه. يمكن لما الموديل بتلبسه ما بتبقاش كيرفد قوي كده زي ما انا كنت طالعه في الفستان، كان شكلي كيرفد قوي اكتر. فيمكن انا لما اشتريت الفستان ما توقعتش ان الشورت اللي تحت الفستان في الحركه هيبقى مفصل قوي كده. بالظبط ده لجسم الاجانب اللي هم ما عندهمش المؤخره او الكيرفز بتاعه المراه الشرقيه. بالزبط. فانتي لما لبستيه كان لازم يعمل كده لانك كيرفد في كيرف، فدفعت ثمن الكيرفد شويه كويس. حرمتيش؟ لا. رانيا يوسف يا جماعة ما حرمتش. والذهبي ما فيهوش أي حاجة، كانت لابسه زميلتي داليا البحيري نفس الفستان، نفس البراند. هي مخيطه يعني؟ لا هي مش مخيطه، سوري نو. لو جبتي صور هتلاقيها هي مش مخيطه. طب هي مش فاتحه حتى؟ لان انا كنت بدوس عليه وانا ماشيه، انا ما كنتش بفتحه. انا الفستان طويل جدا، فانا الفستان كل ما اجي اعدي قدام ادوس عليه لانه بيجرجر في الارض، فما بقتش عارفه امشي. فستان امبارح ناس كلها اتكلمت على السوشيال ميديا ليه؟ انا نفسي اسالك السؤال ده. انا ما اعرفش، الناس مركزه معايا زياده، ما اعرفش ايه السبب، بس ده شيء كويس يعني، ده معناه ان انا موجوده ومحسوسه وده شيء لطيف.